تمريره ملعوبه. دو سانتوس الى اليكس سانشيز، محاوله التقدم في الامام من جانب اليكس سانشيز وتمريره داخل منطقه الجزاء. الله الله الله، دو سانتوس يضعها في المرمى ويدون الهدف الرابع بنظريه القادمون من الخلف، يفعلها دو سانتوس ويدون الرباعية الكتالونية وفرحة جماهيرية بهذه الجماعية في غفلة في غفلة وغمضة عين. أتالك من وين الحاضر أمامك دو سانتوس، شوف التمريرة الماضية، ولكن أهر لك في لحظة كان البعض يبحث عن رقابة ميسي فظهر لك في غمضة عين في اللقطة الماضية جوناثان دو سانتوس يدونها في المرمى ويعلن عن الرباعية. وكما قلنا يا هرش